بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الطلاب. بدنا نكمل الشابتر الثالث، ووصلنا لسلايد رقم 13 والفورمال سيستم ديفلوبمنت، تطوير للمدن الرسمية. هذه اللي هي من النماذج اللي احنا بنشتغل عليها لتطوير البرمجيات. احنا قلنا في عندنا الووتر فول، وعندنا الايفوليوشنري، وعندنا الفورمال سيستم ديفلوبمنت، وعندنا الريوز بيس ديفلوبمنت. الثالثة الفورمال سيستم ديفلوبمنت based on the transformation of a mathematical specification through different representations to an executable program. يعني ايش؟ هي تستند الى تحويل المواصفات الرياضية mathematical specifications من خلال تحويل تمثيلات مختلفة الى برامج قابلة للتنفيذ. برامج قابلة للتنفيذ يعني بتكون معادلات رياضية صعبة واحنا بدنا نعملها representation. طيب transformations are correctness preserving، يعني التحويلات هذه بتكون نعمل على الحفاظ على الصحة. So it is straightforward to show that the program conforms to its specification، يعني بحيث يكون من السهل توضيح ان البرنامج يتوافق مع المواصفات تبعته. Embedded in the clean room approach to software development، هذه موجودة ومتضمنة تحت اللي هو الابروتش، المنهج اللي بنسميه clean room، غرفة الابحاث لتطوير البرمجيات. هذا ابروتش، هذا منهج موجود، وهي هذا النموذج موجود ومتضمن تحت هذا الاسم. طيب Formal System Development المراحل بتبعتها عندنا أربع مراحل: Requirement Definition، تعريف المتطلبات، Formal Specifications مواصفات رسمية، Formal Transformation التحول الرسمي، Integration and System Testing التكامل واختبار النظام. تمام؟ هذه المراحل الأساسية ل الفورمال سيستم اللي هو النظم الرسمي. طيب نشوف اللي هو المشاكل والقابلية للتطبيق. المشاكل هنا need for specialized skills and training to apply the technique. ايش يعني؟ بحاجة إلى مهارات متخصصة والتدريب لتطبيق هذه التقنيات. Difficult to formally specify some aspects of the system such as the user interface. من الصعب تحديد بعض جوانب النظام بشكل رسمي زي اللي هي واجهات المستخدم. طيب القابلية للتطبيق. Critical systems especially those where a safety or security case must be made before the system is put into the into operation. يعني الأنظمة الحرجة، خاصة تلك التي يجب أن يكون فيها قضية اللي هي السكيورتي، السلامة، أو سيف السلامة، السيفتي سكيورتي الأمن قبل أن يتم تشغيل النظام. تمام. ريوز آخر نموذج بنا نمر عليه اللي هو ريوز أورينتد ديفلوبمنت، التنمية القائمة على إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير، سموها اللي تسووها مش مشكلة. هذه based on the system reuse where the systems are integrated from existing components or codes. codes اللي هي حكيناها قبل هيك اللي هو commercial of the shelf system. طيب ايش يعني؟ استنادا based on the system، استنادا الى إعادة الاستخدام المنهج where systems are integrated، حيث يتم دمج الأنظمة من مكونات موجودة أو التجارية الجاهزة commercial or the shelf، يعني مكونات تجارية جاهزة
بناخذها بنستخدمها وبنحطها، يعني انا ببرمجهاش من الصفر، لا هذه برامج صغيره باجي باخذها وبحطها مباشره في البرنامج تبعي. بروسيس ستيجز مراحل العمليه، كومبوننت اناليسيس بعمل تحليل للمكونات، ريكويرمنت موديفيكيشن تعديل المتطلبات، سيستم ديزاين ويز ريوز تصميم النظام مع اعاده الاستخدام، وديفلوبمنت اند انتجريشن اللي هي التنميه والتطوير والتكامل. This approach is becoming more important but still limited experience needed. ولكن لا في انا من رايي this approach is becoming more important more important more important. اصبحت هذه اللي هي العمليه او اكثر اهميه لكنها لا تزال محدودة، ولكن أنا بقول هي أصبحت أكثر أهمية ومهمة كثير. مش كل واحد بيبدأ مشروعه بيبدأ من الصفر، لا هالوقت كلها بيستخدمه اللي هو الريوز إعادة الاستخدام. ريوز أورينتد ديفلوبمنت المراحل اللي بتمر فيها العملية، ريكويرمنت سبيسيفيكيشنز مواصفات المتطلبات، Component Analysis تحليل المكون، Requirement Modification تعديل المتطلبات، System Design with Reuse تصميم نظام إعادة الاستخدام، Development and Integration تطوير والتكامل، System Validation اللي هو التحقق من اللي هي صحة النظام اللي موجود عندي. هذه مراحل بسيطة نشتغل عليها تكون في الريوز. Process iteration هي تكرار العمليات. Process iteration system requirements always evolve in the course of a project. So process iteration where early stages are reworked is always part of the process for large systems. إيش يعني system requirements؟ متطلبات النظام. Always evolve تتطور دائما تتطور في سياق المشروع the course of the project. لذلك فإن عملية التكرار حيث يتم إعادة صياغة المراحل السابقة التي تشكل دائما جزءا من عملية الأنظمة الكبيرة. تمام. Iteration can be applied to any of the generic process models. عملية التكرار يمكن تطبيق التكرار في أي من نماذج العمليات العامة Generic Process Model. عندنا Two Related Approaches، يعني عندنا نوعين من المناهج، واحد Incremental Development و Spiral Development اللي هي التنمية المتزايدة والتطور الحلزوني. لما انا بدي اجي عن incremental development بدي اجي اشوف ايش هي rather than deliver the system as a single delivery the development and delivery is broken down into increments with each increment delivering part of the required functionality. ايش يعني؟ بدل ما انا ما اسلم النظام كله وحده وحده يتم تقسيم وتطوير وتسليم النظام إلى أجزاء، مع كل جزء نقدم إشي صغير زيادة من الوظائف المطلوبة. تمام؟ يعني أنا أول إشي بأدي زبون جزء من النظام، وبعدين ببدأ أطور عليه شوي شوي علشان آخذ الفيدباك أو اللي هو إيش بده الزبون مني. تمام؟ User requirements are prioritized and the highest priority requirements are included in the early increment. هنا يتم ترتيب أولويات المتطلبات المستخدم، ويتم تضمين المتطلبات. تمام؟ يتم تضمين المتطلبات الأولية العليا في الزيادات المبكرة، يعني في أول increment بديله إياها وهكذا وهكذا، كل مرة بزيد شوية شوية. Once the development of an increment is started, the requirements are frozen through requirements
for later increments can continue to evolve. يعني أنا بمجرد ما إني أبدأ في تطوير جزء من البرنامج بأجمد المتطلبات بتاعت الكاستمر، على الرغم من أن متطلبات الأجزاء الأخرى المتأخرة يمكن أن تستمر في التطورات المستقبلية. تمام؟ Incremental development define outline requirement يعني تحديد متطلبات المخطط التقسيمي. Assign requirement to an increment تعيين متطلبات إلى الأجزاء أو القيادات. Design system architecture هندسة وترتيب نظام تصميم. System development increment تطوير نظام القيادة. Validate increment تحقق منه الجزء من القيادة. بعدين integrate increment دمجه و validate system تحقق من النظام هنا اللي هو النظام النهائي بيطلع. تمام؟ أنا ممكن من هان من النظام النهائي أعاود أرجع ليه؟ تمام؟ أرجع على development system increment وهكذا، بتمني أرجع validate integrate بعود أرجع، بعمل كمان زيادة ندفع بعود أرجع هنا نفس اللي فهذا التكرار نموذج سيستم انكم بي. يعني لما اصل لنهايه السوفت وير اللي انا بكتبه. انكريمنت ديفلوبمنت ادفانتجز هنا مزايا التطور التدريجي للعمليات. كاستمر كان بي ديليفرد with each increment so the system functionality is available earlier. ممكن تسليم يعني customer value can be delivered يعني أنا ممكن أدي للكاستمر قيمة ممكن مع كل زيادة بحيث تتوفر إن هي وظائف النظام في وقت سابق. يعني أنا من البداية بشوف إيش هي الوظائف النظام وباخذها من الكاستمر أول بأول. Early increments act as a prototype to help elicit requirements for later increments. يعني تعمل الزيادات المبكرة كنموذج أول للمساعدة في استحضار المتطلبات لزيادات أخرى لاحقة. تمام؟ lower risk of overall project failure. أنا بأخفض من مخاطر فشل المشروع الإجمالي. تمام؟ بعدين the highest priority system services can receive the most system. يعني أنا خدمات النظام ذات الأولوية القصوى تميل إلى تلقي معظم الاختبارات. يعني أنا اللي بدي إياها من الكاستمر بدي له بعمل عليها تستنج كل مرة كل مرة. Extreme programming هذا جزء من كنموذج كمنهج بدوا في البرمجة الحديثة اللي هي البرمجة المتطرفة. البرمجة المتطرفة وهذا بدي أبدأ فيه في محاضرة أخرى إن شاء الله. الوقت يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بنلتقي بجزء ثاني من المحاضرة ويعطيكم ألف عافية.